يا اهلا وسهلا، اليوم حنعرف منه من اصدقائي في البوليفارد يعرف عني كل شيء. خلينا نشوف. السؤال الاول، شنو هي الهوايه اللي احب دائما اسويها؟ بدر، MMA. غلط. فارس، كره القدم. غلط. فادي، الكتابه. صح. غلط. اتوقع في مره من المرات قلتها، ما ادري. الرسم. صح. والله والله ترسم. والله جامد. شنو القاسم المشترك بيني وبين سالم؟ عندي انا. لا مو كل انت. انا بقوله. زينب. الهدوء. لا، نفس الطول. غلط. عرفت عرفت عرفت. توأم. شنو نوع الأكلة المفضلة عندي؟ كلها تعوم ما شاء الله. فارس. فارس. كبسة؟ لا. بسمة. برجر. شنو نوعية البرجر؟ برجر سبايسي. سبايسي شنو؟ هلبينو هلبينو هلبينو. صح. هلبينو. صحيح الإجابة. ياسر، ممكن أقول تصريح سريع؟ أنا كنت حقول برجر وفاروق قال لي كبسة، هو اللي ضيعني. الشخص اللي يعرفني أكثر هو أو هي جوري.